اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب في الفقره الثانيه في الجزء الثاني من هذه الحلقه بعد مباراه بيراميدز والنادي الاهلي وكابتن احمد عوده حكمنا الدولي. هنتكلم معاه عن حكم او عن الطاقم التحكيمي في هذه المباراه. كابتن احمد اهلا بيك مره. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن احمد. عايزك تقول لي اخبار التحكيم ايه النهارده، هل حضرتك شفت ان التحكيم جيد ولا لا؟ انا شايف الاول ان احنا نشوف الحالات وبعدين في الاخر نقول التقييم، ولا ايه راي حضرتك؟ تمام اتفضل. تمام كده خلينا نبدا بالحالات اللي حضرتك عايزها. طبعا احنا كنا قدمنا الحكام في البدايه، الحكم دانييلو جراتيتش والمساعد ميلوفان ريستيتش والمساعد الثاني داليبور جورجيتش والحكم الرابع نيناد جوكاتيتش. طبعا احنا قلنا الاربعه اشتركوا في اداره نهائي كاس الامم اوروبا السنه اللي فاتت للانديه بين ريال مدريد وليفربول، بس الحكم ما كانش الحكم الرئيسي مش موجود لانه الحكم رقم 3 في العالم، لكن دول كانوا مشتركين، الحكم والحكم الرابع كانوا مشتركين كحكام اضافيين. نعم. في حته احنا نسيناها، طبعا الاثنين المساعدين اشتركوا في كاس العالم 2014 و2018، بل بالعكس كمان اداروا مباراه نهائي الكونتيننتال او نهائي دوري القارات في 2016 بين المانيا وشيلي، يعني يمكن دي احنا ما قلناهاش، ولكن النهارده المساعدين اعتقد ما اختبروش، النهارده ما كانش فيه لعب على التسلل خالص. خالص. ماشي؟ احنا اعتقد ممكن نشوف بقى الحالات دلوقتي. يلا سمير اتفضل. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. الحالة الأولانية نتفرج عليها نشوف أيوة اللعبة هنا في فاول، تمام مشى اللعب، تمام دي حاجة كويسة حاجة إيجابية، مشى اللعب تمام وتلعبت، لكن في الآخر لقى إن الفرقة ما استفادتش فرجع تاني للفاول واتحسب الفاول، تمام فقرار سليم، ودي برضو إن هو بيدي تحت الفرصة أو بيصفر متأخر، ودي حاجة كانت كويسة، كانت حاجة إيجابية في الحكم. اللعبة دي كمان نشوفها، هي مش اوف سايد؟ لا مش اوف سايد طبعا، ما فيش اوف سايد، ما فيهاش اي حاجه. تمام. الكره اللي بعد كده، لا ماشي ماشي ما فيش حاجه خالص، ماشي. اللعبه اللي بعديها ايوه نشوف اللعبه دي، هو دي ما حسبش فيها حاجه، بس يا ريت نشوفها فيها تاني في الاعاده، نشوف الاعاده. محمد فاروق داخل على علي معلول، لازم دي اقل حاجه يبقى فيها اهمال، لكن هي ممكن تقول للتهور، وبالتالي ممكن هي لازم يبقى فيه ركله حره مباشره، ولازم على الاقل وممكن تتحسب انذار، ده من وجهه نظري. نعم. لان فيها تهور شويه، لكن هي ما اتحسبتش حاجه خالص. تمام. اللعبه اللي بعد كده، اللعبه اللي بعدها نشوف. تمام كده. دي اللي كل الناس بتتكلم فيها، اللعبه دي ممكن نشوفها تاني. اولا هي طبعا في هاند بول هنا، نشوف في الاعاده كمان، يا ريت نشوف في الاعاده. هنا وليد ازارو مشي بالكوره وجاي بيعدي من علي جبر، اعتقد جابها بايديه، جت في ايديه او جت في ايديه، جت ما فيهاش. اللعبه ديت طبعا هل الوضع التشريحي الوضع ده سليم، وضع الايد ده طبعا الوضع ما كانش وضع سليم. لا لا استنى سمير، لازم نعيدها تاني، الكوره اللي فاتت دي تاني، نعيدها تاني، ويا ريت تتعاد في الاعاده. يا ريت تيجي في الاعاده. هل ليها اعاده ولا ملهاش؟ هو خدها كده، هي دي الصوره الوحيده اللي عندك يا سمير. وهو بيعدي، ايوه بص الايد، لا لمست الايد يا كابتن، والراجل مندفع من وسط طبعاً الملعب دي ما اتحسبتش حاجه، المفروض دي على الاقل. كانت النتيجه كام كام؟ احنا مالناش دعوه بقى بالنتيجه هنا، لكن اللعبه ديت اللعبه دي كانت لعبه صحيحه، لا كانت 1-0 تقريبا او لسه 0-0. نعم. ان ده كانت في الشوط الاولاني. معلش بس نعيدها تاني بس يا ريت، او نقف عندها. طبعا ان هنا هو هنا بيقول القانون بيقول اف ذا بلاير هاندد ذا بول ديليبريتلي، يعني اذا تعمد لعب الكره باليد. تمام. هنا فيها تعمد لعب الكره باليد، هنا طبعا لازم نشوف المسافه، تسمع الوضع التشريحي للاعب ايه، والمسافه بيتحكم فيها المسافه والوضع التشريحي للاعب، وهل الكوره هي اللي رايحه الايد ولا الايد اللي رايحه الكوره. احنا لو حطينا الحاجات دي كلها هنلاقي ان الوضع مش هو ده المفروض، اللاعب بيبقى واقف كده وايديه في جسمه، انما كده ايديك كانت ممدوده، فلازم هي ان هو اعتبرها متعمده. متعمده اذا هنا، فبالتالي لازم يبقى هنا ركله حره مباشره وفيها انذار، لان في لاعب برضه كان ممكن يلحق. كارت احمر. لا اصل بص اللاعب الثاني كان ممكن يلحق، كان ممكن يلحق. ف يبقى فيها هنا اهوت دي فيها ركله حره مباشره هو ما حسبهاش. يعني هل ده يبقى مش كارت احمر على طول؟
لا انا شايف اصل بص هو تعطل شويه مع اللاعب مع علي جبر، لكن كان ممكن في احتماليه ان اللاعب يجيبه اللاعب الثاني. ما دي برضو دايما بتضع الاحتماليه يعني. الطرد امتى لازم يكون اللاعب مواجه للمرمى. حاجه تانية ان تكون المسافه، ما هنا مواجه للمرمى المسافه معايا ولا مش معايا. وتالت حاجه ان هل في مدافع يقدر يجيبه ولا لا، والكره تحت كنترول ولا لا. الكره هنا كانت تحت كنترول، بس دي كره من الكرات اللي غيرت مسار المباراه مهما كان. حتى النتيجه 1-0 بقى نتيجه 1-1 نتيجه 2-1 كانت هتغير من مسار المباراه. ايوه احنا بنجيب الالعاب اللي هي كان فيها جدل في المباراه. نعم، فاللعبه دي انا شايف انها كانت لازم على الاقل ركله حره مباشره وعلى الاقل انذار. انذار تمام. اللعبه اللي بعد كده، اللعبه اللي بعديها نشوف اللعبه اللي بعدها. يا ريت ننتهي اللعبه اللي بعدها على طول. اتفضل يا كابتن. نشوف اللعبه دي. هنا تسلل من عدمه. نشوفه تاني مع الاعاده. انا اعتقد انها واضحه ودي سهله بالنسبه للمساعد. المساعد تسلل واضح. اللاعب المهاجم مسابق بسبب الخط واضح. الخط واضح. هي ما خرجت من كينو، اعتقد اللاعب جون دوت كان متسلل يعني واضحه يعني لعبه واضحه جدا. نقلب على اللعبه اللي بعدها. بعد كده التسلل واضح. تمام، التسلل واضح في كل الاتجاهات. نعم، نشوف اللعبه اللي بعدها. الكره هنا ماشي لحد الان ما فيش اي حاجه. تمام، كل ده ببساطه عادي جدا. نشوف. ايوه هنا محمد حمدي، اعتقد محمد حمدي. محمد حمدي مع لا ده ايمن. لا اعتقد لا المهم مش عارف مش متذكر اسمه. دونجا. دونجا كابتن. هو دونجا نبيل دونجا. ايوه هي واضحه اعتقد، ويا ريت تتعاد تاني. ايوه مش الرجل دي، الرجل الثانيه بقى. بص الرجل الثانيه خدت رجليه، الرجل اللي هي الخلفيه. بص خدت رجل كريم ندفيد ده، مش كده؟ تمام. فطبعا دي برومسنج اتاك، هجمه واعده. ولازم يبقى فيها انذار، وانذار مستحق. وهو حسب الركله الحره المباشره، هي العرقله من الرجل الخلفيه مش من الاماميه. يعني بص حضرتك هنا دي بص ايوه الخلفيه اهي، هنا في هنا لمسه قبل ما يطلع برجليه، قبل ما يطلع برجليه. طب انا بس عايز اسال سؤال يا كابتن. وهنا حاجه مهمه جدا، هل كميه الانذارات اللي ما كانتش بتحسب دي كانت من الممكن ان هي تقيد اللاعبين، لاعبي بيراميدز شويه او لاعبي النادي الاهلي شويه؟ هو اللعب الحقيقه كان هنا وهنا يعني. الحقيقه كان في هنا وهنا، مش عايزين مفيش مشكله يعني. تمام. لكن اللعبه اللي بعد كده، لكن الحكم ما كانش بطال يعني. الماتش كان صعب والحكم كان. نشوف بقيه الالعاب. تمام. هي اللعبه بتيجي من بدري قوي يعني، فعشان كده معلش خلينا. الكره دي خدها ناصر ماهر ودخل بيها وليد ازارو، راح ازارو. يا ريت بقى الكاميرا نشوف اللعبه دي تاني. اللعبه دي فيها شقين. اللعبه الاولانيه بتاعت ناصر ماهر ومحمد فاروق معاه، نشوفها في الاعاده. تمام، بكاميرا قريبه شويه. هي فيها شقين. بص محمد فاروق نجح في لعب الكوره هنا، مفيش اي مشكله. تمام كده مع ناصر مفيش مشكله. مفيش اي مشكله. تمام، تعال نشوف لما تمتد لوليد ازارو. نشوف وليد ازارو الكوره معاه، مفيش اي حاجه. تمام، الحقيقه مفيش حد لمسه هو او ما فيهاش اي دفعه بكتف عبد الله السعيد، ما فيهاش حاجه خالص. مش هي دي اللي بص هو جاي يجري عادي، مفيش اي مشكله. وليد ازارو عايز ياخد ركله جزاء من البدايه. بص اهي الحقيقه ما فيهاش حاجه، احنا شايفين ما فيهاش حاجه والقرار سليم ان فيها سيموليشن او فيها تمثيل. هل هي دي؟ لا معلش يعني، هو من الاول هو كان ممكن يشوطها من الاول بغض النظر عن كان ممكن يشوطها. لا هل هنا في تلامس ولا ما فيش تلامس يعني؟ هو لا ما هو بص ما هو مش ما هو هل التلامس هي اي لمسه بقى هحسبها هنا ركله جزاء؟ تمام، خلينا نتكلم كده. احنا عايزين بس نقول ايه، دي كره قدم ففيها فيها تلامس. مش التلامس نفسه، مش هقول عليه ركله جزاء ولا غيره. تمام، الا اذا كان واحد مندفع جامد وانا زقته زقه خفيفه، حتى ده اللي مع اندفاعه دوت ممكن يوقعه، فهو ده اللي يخليه في توازنه. تمام، لكن هي دي من الاول الحقيقه ما فيهاش يعني، ما فيهاش حاجه. تمام، شفافيه. اتفضل. اللعبه اللي بعديها اظن دي واضحه، ركله حره مباشره لناصر ناصر مال برضه، والحكم حسبها. تعالى بقى نشوف ايه التنفيذ. اهي
الركله موجوده ان في عرقله من الخلف. تمام. طب نشوف التنفيذ. على فكره يعني هي ايه العرقله فاول بس عشان بس ما نقولش ايه انها لازم تستحق انذار ولا لا ومش وما نقولش عرقله من الخلف والكلام من ده. دلوقتي بقى في ثلاث حاجات، لا اما اهمال، هو بيقول لك اف ذا بلاير كوميتس ان اوف ذا فولوينج كوميتس ان اوف ذا فولوينج اوفنسز، يعني اذا ارتكب اللاعب احد الاخطاء التاليه ان مانر كونسيدرد باي ذا ريفري كيرليس ريكليس اور يوزنج اكسسيف فورس، يعني اذا كان اللاعب بتهور او باهمال او باستخدام قوه زايده. تمام. هنا لا فيها فاهم، مش اكتر من اهمال، مش ما فيهاش انذار، ما فيهاش انذار. ماشي. بس نشوف بقى نشوف التنفيذ. التنفيذ انا شايف المسافه قريبه قوي، دي يعني المسافه دي مش المسافه دي مش ال 10 يارده. حاجه ثانيه، اما اتلعبت ماشي اتفضل ماشي، هو حسب هنا هاند بول، تعال نشوف في هاند بول فعلا حقيقه ولا لا، ومستحق وادى انذار. نشوف اللعبه ثاني، هل الانذار مستحق ولا هاند بول مستحق؟ يا ريت نشوف في الاعاده. ايريك تراوري اهو رفع ايديه اهو ولعب الكره وجات الكره في ايديه. تمام. الانذار سليم والانذار مستحق اهو. هي واضحه من هنا قوي، ورفع ايديه حتى الوضع غير طبيعي تماما، او غير الوضع التشريحي غير مش طبيعي، فلازم فيها انذار وانذار مستحق تماما. تمام. وطبعا اتلعبت من هناك، بقت هاند بول قريبه من خط ال 18. ماشي. ماشي. اللعبه اللي بعديها. نشوف اللعبه دي. البعض كان بيطالب بضرب جزاء لصالح وليد سليمان. دي وليد. نشوفها تاني. نشوفها يا ريت من قريب. وهتيجي اولا الكره نشوفها مشتركه بين ان في متناول اللاعبين ولا لا. ده الاساس. لا اما هتيجي الاعاده بتاعتها. بص اللعبه في متناول اللاعبين الحقيقه، ما فيهاش حاجه، واللاعب من حقه ان هو يطلع الكوره، ووليد هو اللي دخل بجسمه فيها. فانا شايف انها يعني تمام. انا بتكلم عليها عشان اشوف ليها حاله ثانيه زيها. ماشي. تمام. بس الحكم حسبها. هو من حق اللاعب يلعب الكوره. يعني هي دي، امال هيلعب ازاي؟ انا كمدافع هعمل ايه؟ وانت حضرتك كنت مدافع، وانت من حقك ان انت تلعب الكره دي طالما مشتركه بينك وبينه. تمام. وما رفعتش قوي يعني في المتناول الطبيعي. اللي بعد كده؟ شوف اللعبه اللي بعدها. اللعبه دي اهي. هي تقريبا زيها بس بدماغه بس هنا صدره. وهو التاني هو اللي وطى. لا هو اللي وطى. انا شايف انها ما فيهاش حاجه، وزيها زي ديت. دي ما اتحسبتش حاجه، دي كمان ما تتحسبش حاجه. بس دي كمان حسب فاول ويدى انذار لاحمد الشيخ. يعني المفروض الثانيه كنا حسبها ويدى انذار. لو هتتحسب الثانيه تتحسب ركله جزاء، بس انا من وجهه نظري لا دي ولا دي. تمام. اللعبه اللي بعد حتى كده. لو دي هو حسبها بافتراض ان دي كان رفع رجليه قوي، بس ما فيهاش الخطوره اللي هي يعني ما فيهاش اللي هي التهور. تمام. لا نشوف بقى اللعبه الاخيره ديت. ولا يعني اللعبه دي برضو كان في كلام كتير على. طب نشوفها يا ريت نقرب يا ريت نقرب الكاميرا تقرب منها شويه. نعم. ونشوف الاعاده. نعم. نشوف الاعاده. اتفضل. بص ايد عبد الله. بص برضو انا شايف ان ده الاحتكاك الطبيعي. كابتن اسلام ده كانت لعبتك، احنا كنا بنحكم لك وكنت انت بتلعب الالعاب دي وما فيهاش حاجه يعني. اهي شوف كده. لا حتى الرجل، بص نشوف الرجل حتى مش هو اللي وقعه. يعني بص هو عايز هو يعني اللاعب يعني مفيش دفعه بالايد ولا حاجه من عليه. لا ده الاحتكاك. لا احنا بنقول للناس تبقى واضحه للناس. بس خلينا نتكلم بصراحه. انا شايف طبعا بصراحه طبعا احنا عايزين يبقى فيه حياديه طبعا. بعيدا عن ماليش دعوه ان في حكم قبل كده حسب لعبه زي ديت او دي، احنا ما احنا بنقول الراي. تمام. ممكن حكام تخطا فيها وتحسب يعني حاجه زي كده. لا تحتسب ضربه جزاء من وجهه نظرك. تمام. اللعبه اللي بعد كده. اللعبه اللي بعدها نشوف. هو طبعا طول قوي، هي فيه طبعا هو كسبان وبيضيع الوقت وواقف فتره طويله وما لعبش، اداله الانذار وده انذار مستحق لتضييع الوقت. تمام. علي جابر انذار مستحق طبعا لتضييع الوقت. اللعبه اللي بعدها. نشوف اللعبه دي. نعم. ده رمضان صبحي. كل ده
كلام سليم 100%. لا نشوف بقى الاعاده، هل اللاعب بقى هو مردك لحارس المرمى، هل هو اولا لازم يكون عشان متعمد. بس ايه يكون متعمد وبالقدم، يعني باي جزء من الجسم تاني مفيش مشكله، لكن بالقدم اهم حاجه تكون بالقدم وهو متعمدها. فنشوف هل اللاعب تعمد ان هو يرجع الكره لحارس المرمى ولا هي قلشت منه. نعم يعني هي مش هتبان هنا، اعتقد هتبان من الكاميرا الثانيه في الاعاده. الكاميرا الثانيه ليها سبيل في الاعاده، كان في اعاده في النهايه خالص هيجيبها لك. يا ريت يا ريت نشوف. احنا بنجيب العاب ثانيه ولا ايه بالظبط؟ ايوه هي دي. هي دي نشوفها. لحد الان ما فيش اي حاجه ولا تسلل ولا اي حاجه، ورمضان ومروان لعيبه سليمه. بص اللاعب بقى هنا عايز، بص عايز، مش عايز يرجعها لحارس المرمى، هو عايز يبعدها، عايز يبعدها. فخبطت في رجله، خبطت في رجله وجات لحارس المرمى، يعني تمام. مش متعمده. تمام، تتفق معايا ولا ايه حضرتك؟ انا شايف ان اللعبه يعني اللاعب اهو مش مرجعها لحارس المرمى. تمام، لكن لو تعمد هنا ان هو يرجعها لحارس المرمى فطبعا حره غير مباشره. تمام، وتتلعب من على الست ياردات. دي كانت اخر حاله عندنا يا كابتن احمد. اذا حضرتك بتقول ان الحكم حكم جيد في هذه المباراه. الحكم يعني انا شايف ان تدخلاته ما اثرتش قوي. في اخطاء واحنا جبنا الاخطاء، نعم، بس انا شايف انها ما اثرتش على نتيجه المباراه. تديله كم من 10؟ يعني اديله 8 من 10. 8 من 10. تمام. عموما بس هو ده كتير، انا اول مره اشوف حكم ياخد 8 من زمان. ليه الحكام دايما ده اقل من 8 بيبقى درجه مش كويسه؟ اقل من 8 درجه مش كويسه. لكن 8 في حكام ادينا لهم 9 قبل كده، وانا اصلا براقب في الاتحاد الافريقي اصلا كمان. فكنت بدي 9 وفوق 9 كمان حسب صعوبه المباراه. الماتش صعب كمان مش سهل. ولكن ده اقل من 8 بتبقى درجه مش كويسه، بتبقى درجه مش كويسه. يعني اللي بياخد مثلا 7.5 ولا حاجه زي كده بتلاقيه بيقعد فتره ما بيلعبش. المساعدين طبعا ما اختبروش كتير، لكن المساعدين كانوا قاموا بالواجب على الواجب اللي عليهم بشكل جيد. افضل ما يكون. طبعا. بس يعني طبعا المساعدين كانوا ما فيش اخطاء عندهم. اشكرك يا كابتن احمد وكل التوفيق لحضرتك وللنادي الاهلي خلال الفتره القادمه ان شاء الله، وتبقى مباريات افضل الفتره القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن احمد. عرض لك للنادي الاهلي ومبروك لبيراميدز. شكرا جزيلا يا كابتن احمد. الحقيقه النهارده كان نفسنا ان احنا نحتفل مع حضراتكم بفوز او 3 نقاط للنادي الاهلي، 3 نقاط مهمه في طريق عوده النادي الاهلي مره اخرى للمنافسه على الدوري العام. لكن زي ما قلت لحضراتكم، افتكروا الايام او افتكروا الدوريات اللي النادي الاهلي قدر فيها ان هو، الناس كلها كانت بتقول النادي الاهلي مش هيعرف سنه 95 وسنه 96 وسنه 97 وسنه 2010 و2011. افتكروا مباراه الصفاقسي، افتكروا حاجات كتيره جدا 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 هنقولها لحضراتكم بالتفاصيل خلال الفتره اللي جايه. هتعرفوا ان النادي الاهلي لا يوجد مستحيل بالنسبه له لغايه لما الحكم يصفر اخر مباراه في الدوري الممتاز. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وانا متاكد ان النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي ومدير الفني للنادي الاهلي الفتره اللي جايه هتبقى الامور مختلفه تماما. اشكركم وان شاء الله نلتقي وحلقات جديده من ملعب الشرق.